السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بصحة وعافية ان شاء الله. النهاردة الحمد لله يا رب اول طلعة من الطماطم. الطماطم تطرح اهي اهي، الطماطم دي يا جماعة انا بادئها من الصفر بمعنى الصفر، وابتدت تظهر اهي، في زهر اللي هو اللون الاصفر ده زهر، وابتدت تطرح اهي، ابتدت تطرح، انا مش شايف اوي عشان في الشمس، ابتدت تظهر اهي. في ايه تاني؟ في هنا طرح ولا حاجه؟ لسه اهي طرحه اهي، واحده اهي، دي طماطم برضو. هل في هنا طرح؟ برضو مظهره. هل في طرح ولا لسه؟ لا لسه مفيش. هنا بقى اللي طرحه اهي، اهي طرحه اهي، طماطمتين اهي، ولسه برضو في واحده طماطم جنبها اهي برضو، ان شاء الله هتكون شغاله. والفلفل مش عارف، الفلفل لسه ما نبتش قوي، بس اللي عجبني قوي الطماطم انها ابتدت تطرح، وان شاء الله ان شاء الله تكبر. شكرا جدا ليكم يا جماعه، واي استفسار ابعتولي على الكومنتات. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.